أنا حكيت مع جورج وهو رأيه من رأيي. أنت هلأ حرام تفكري بشي تاني غير الغنى. يا ندوش أنت هلأ نجمك طالع ومبين أنه قدامك مستقبل. شو رأيك توصلي لي بالفنجان؟ ندوش أنا ما عم بمزح معك. يا ستي رح ورجيكي شلون لا أنت ولا جورج فهمانين شي، وهذا النجم الطالع اللي عم تحكي عنه أنا رح أستفيد منه بس بشغل تاني. لك لسه بتقلي شغل تاني؟ يعني إيش هو هالشغل التاني؟ ما بعرف لساتني عم فكر، بس يعني الغنى ما له كل حياتي. يا ندوش قبل ما نطلع على لندن كان الغنى كل حياتك، إيش صار معك هنيك؟ أنا كنت معك خطوة بخطوة، على حد علمي ما صار شي. أي مزبوط ما صار شي، أو يمكن اللي صار ما حدا حس فيه غيري. لندن ذكرتني بعبد الله كتير. عبد الله كان يحب يعرف ويتعلم ويعلم الناس. أنا كل الوقت كنت عم فكر هنيك إنه لو عبد الله رجع وشاف المحل اللي أنا وصلانته يا ترى شو رح يقول؟ هي أكيد ما رح يكون مبسوط. لك شفتي شلون بتفكري حالك بتعرفي وإنتي ما بتعرفي شي؟ أنا مو هاد اللي فكرت فيه. أنا كنت عم فكر إنه لو عبد الله هلأ كان عايش وصار عنده اللي عندي إياه شو كان بيساوي؟